شكرا شكرا، اتشرفت بمعرفتك. انا اشرف. عقبالك. الله يبارك فيكي. شدي خيرك. حاضر. يوم خميس انت لسه راجع من المدرسة او الكلية، مامتك فتحت باب اوضتك من غير ما تخبط كالعادة وقالت لك هنروح نزور ابن عمك علشان لسه راجع من السفر. انت واقف مش عارف تتضايق على انها دخلت كلمتك وانت بالفانيلا، ولا تتضايق على الزيارة المفاجأة دي. بس خليني امسك في مضايقتك من الزيارة واسألك بكل شفافية، هل انت متضايق بس ولا خايف؟ ها؟ علشان ما اطولش عليك وتتفرج على الفيديو للنهاية، انا بتكلم عن الرهاب الاجتماعي. وعلشان تعرف انت بتعاني من رهاب اجتماعي ولا انت ما بتحبش عيلة ابوك بس، محتاج تجاوب على الثلاث اسئلة دول. قبل الزيارات العائلية او الخروج للدروس او الكلية او حتى الخروجة العادية، بتبقى اعصابك مشدودة، متوتر، ضربات قلبك زيادة، بتعرق كتير، مرتبك كده بشكل عام. تاني حاجة بتحاول تتهرب من انك تروح المكان ده او تقابل الناس دي، ولما بتروح بتبقى متوتر لدرجة ان الناس بيفتكروك متضايق منهم او عندك مشكلة كبيرة قوي في حياتك. تالت حاجة، هل كل ده بقى مأثر على حياتك اليومية؟ يعني انت 6 أيام في الأسبوع شايل هم التعامل مع الكلية والدروس، أعصابك ما بتهداش غير وانت في أوضتك، في سريرك، لابس بيجامتك. لو إجابتك على الثلاث أسئلة دول كانت أيوة صح، أحب أسألك تشرب حاجة؟ أنا هقوم أعمل حاجة تشربها وأنت كمان تعمل حاجة تشربها عشان تعرف تكمل الحلقة للآخر. انت جاوبت على 3 أسئلة من شوية بنعم، وفي بالك سؤال، هو انا ليه بيحصل لي كده بقى؟ هو انا هفضل طول عمري قلقان والوحدي وخايف من الناس؟ سوري، انا نسيت اقولك ان الرهاب الاجتماعي بيأثر على تكوين الصداقات والعلاقات، فهتلاحظ انك بتعمل كل حاجة لوحدك، بتروح الدرس لوحدك، بتروح الكلية لوحدك، بتخرج لوحدك، حتى الجيم لوحدك، وبتاكل في البيت لوحدك. بس ثانية واحدة، الاكل لوحدك ملوش علاقة بالرهاب الاجتماعي. بس لو وقفت المشهد كده وفكرت، هو انا ليه باكل لوحدي؟ الاجابة ببساطة، علشان انت بتهرب من انتقادات اهلك ليك والمحاضرات اللي بتشتغل اول ما يشوفوا وشك. وده يجاوب على سؤال تاني سألته من شوية، هو انا ليه بيحصل لي كده؟ الرهاب الاجتماعي من اشهر اسبابه انك بيت في بيئة منعزلة عن المجتمع، لا بتزوروا حد ولا حد بيزورك، لان كل الناس مخادعين غشاشين ما يستحقوش يدخلوا بيتكم المقدس. باباك ومامتك خايفين من المجتمع بالزيادة، فنقلوا خوفهم ده ليك. اتشرفت بمعرفتك. انا اشرف. شد خيرك. حاضر. او باباك ومامتك ربوك على الانتقاد، فانت تحت الميكروسكوب طول الوقت، فبتكبر وتخرج للمجتمع وانت متخيل انه حطك زي بابا وماما تحت الميكروسكوب، او ان العالم ما يستحقش مشاركتك او تفاعلك معاه. وده مش حقيقي، لان ببساطة العالم مش امك وانت مش جورج كلوني. بس الناس بتبقى فاكراك فاكر نفسك جورج كلوني. شايف اللفة؟ هبسطها لك. طفل مصري عادي في بيت مصري برضه عادي، شاف لعبة في التلفزيون قال لمامته يا ماما هاتيها لي. الام عملت حاجة من الاتنين، يا تجاهلته يا قالت له لا 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 لا. ولو اللا دي اتكررت اكتر من مره على كذا طلب، ده بيخلق خوف عند الطفل من اللا، الرفض. ساره سامي صاحبتك اللي هتموت وتتجوزها، مش تصاحبها بس، بقالك 3 سنين بتقولها صباح الخير خوفا من ان ساره سامي تقول لك لا، في الوقت اللي ساره سامي شايفاك شايف نفسك جورج كلوني، فبتتقل على تقلك. وربما برضه ساره سامي تعاني من رهاب اجتماعي هي كمان، لان الرهاب الاجتماعي بيصيب البنات بنسبه اكبر من الولاد، وده بديهي لان البنات بيبقى عليهم ضغط مجتمعي علشان يوصلوا لشكل جسم معين او يلبسوا لبس معين عشان ياخدوا تعليقات ايجابيه من المجتمع، فطول الوقت هم تحت الميكروسكوب المجتمعي. ايه اللي يثبت كلامك يا طمطم؟ انا حاسس ان انت منحازه للبنات. ايوه منحازه للبنات، وتروح تشوف حلقه بودي شيمينج وهتعجبك وهتعملها لايك وشير وبعدين ترجع هنا تاني. عندي نظريه لو بنتها هنا في الاوضه بتقول ان البشر هينقرضوا بسبب الرهاب الاجتماعي، اللي مش بس بيسبب موت علاقات عاطفيه مبشره زي علاقتك بساره سامي، لكن كمان بسبب الادمان زي ادمان الكحوليات او الفيديو جيمز، لان الكحول هيديك شجاعه تتكلم وتتعرف على اللي حواليك، والفيديو جيمز بتديك شجاعه وتحكم على اجواء غير واقعيه. في الحالتين انت بتحس انك لقيت الحل. تعريف الحل هو الانتهاء من مشكله ما بدون ما اخلق مشكله جديده، والتعريف ده جدعانه مني مش هتلاقيه في حته. بناء على التعريف اللي فات ده، ادمان اي حاجه لعلاج الرهاب ما يعتبرش حل، حتى لو الدواء، لانك حليت المشكله بمشكله انتجت مشكله، يعني ملحمه فشل. الحلول اللي بتعتمد على تغيير الافكار والسلوكيات هي انسب حل للرهاب الاجتماعي، لان هي بتعالج المرض نفسه، المرض اللي بيقولك انت مش كفايه، انت ما تستاهلش، انت شكلك وحش قوي النهارده، كل الناس شايفين حبوب وشك،
بتاعتك. ولبسك كمان مبهدل قوي النهارده. والحل المنطقي انك تعكس الميكروسكوب، بدل ما هو على نفسك هيبقى على الناس اللي انت متخيل ان هم بينتقدوك. والحل كل ما كان بدري كان احسن. انا عارفه انك خايفه على بنتك، بس حبسه البيت مضره ليها، وانت خايف على ابنك من التدخين واصحاب السوق. بس عايزه اقول لك ان السيجاره اللي خايف تتشرب بره البيت هتتشرب في حمام البيت. الخوف بقى من الغلط بيخلق خوف من كل حاجه بعد كده. خوف من انترفيو، خوف من برزنتيشن في كليه، خوف من سؤال خايف اساله في نص الحصه على حاجه مش فاهماها. سيبوا لاولادكم فرصه يغلطوا من غير محاكم عتاب ولوم. الغلط بيكون شخصيه وراي. لو سالت ابنك بتحب لون ايه وقال لك كل الالوان، اعرف انك بتربي طفل هيبقى راجل سلبي لما يكبر. ولو سالتي بنتك تحبي تاكلي ايه وقالت لك اي حاجه، انت كده ما ربيتيش بنت ذوق، انت ربيتي بنت هتسمعك الكلام اللي على هواكي. الطفل المراهق بيتربى بالعكس، يعني يغلط ونصحح له، مش نقول له الصح ونسحب منه القدره على الغلط لحسن يغلط. عزيزي الاب، عزيزتي الام، اسمحولي اسالكم بكل شفافيه، هو انتوا خايفين العيال يغلطوا ولا خايفين ما تعرفوش تصححوا الغلط اللي هيغلطوه ده؟ خايف ما تعرفش تتصرف تصرف مظبوط وفقا للائحه الابهات الدوليه اللي انت خالقها لنفسك. انزل من على عرش الاب الذي لا يخطئ واقعد معانا. وانتي ارتجلي، هي جاتلك من مشكله جديده عليكي وعليها، جربي الحلول المناسبه ليكي وليها. انا بجرب الدنيا وانتي بتجربي الامومه. مفيش لائحه لتصرفات الام المثاليه، ولا انا شخصيا هكون مثاليه، بس ممكن اكون مثاليه قدامك. عك وجرب، عك وجرب، عك وجرب، عك وجرب، عك وجرب، بس مش هقولك، وساعتها محدش هيصحح لي حاجة. من الآخر هتعلم بالتجربة، وساعتها انت هتتفشخري بيا قدام طنط سوزي مرات أنكل مدحت اللي في الخامس، وتقولي لها قد إيه أنا بنت في منتهى الأخلاق. بس أنا النهاردة كتيت من المحاضرة عشان أروح اسكندرية صد رد، ولسه راجعة حالا. بس هقول لكم حاجة أخيرة، لو مش هنواجه الرهاب الاجتماعي هنواجه العالم إزاي؟ إزاي؟ عامل لك بقوة الباور اللي عندي شغلتي. حلولي اللي بتعتمد على أنا عايز آكل. لان كل الناس مخادعين غشاشين ما يستحقوش يدخلوا بيتكم المقدس. مايك.